السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، أحبابي يكون في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضر بسطيلات صغار بدون ورقة بسطيلة، كيجيو مرقين وغزالين بحشوة كذلك جد رائعة، وكيجيو لذات بزاف. غنستخدمو فقط عجينة المسمن، كيجيو بها هاد البسطيلات مرقين كأنكم حضرتهم بورقة بسطيلة. تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة لمقادير الحشوة كنحتاجو 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع بهذا الشكل، مقطع قطع صغيرة. أنا هنا الشعرية الصينية ما يعادل تقريبا 50 غرام. هنا هنا الزيت، زيت حسب الاختيار إما نباتي أو زيت زيتون. عندنا هنا الجبن، أي جبن متوفر عندكم، تقريبا هنا 80 غرام حتى 100 غرام. الجبن المربع، مثلث، ريكوتا، عندنا هنايا ريكوتا، أي جبن متوفر عندكم. هنا نص معلقة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال الزعتر على هذا الشكل، ثلاثة المعالق كبار ديال الزيتون، نص معلقة صغيرة ديال التومة، راس معلقة. هنا نص معلقة ديال السودانية أي فلفل حار، وهذا اختياري، الملح حسب الذوق. بصلة كبيرة مقطعة على هذا الشكل. بسم الله. كناخدو مقلاة كنوضعو فيها الزيت، جوج معالق كبار تقريبا على هذا الشكل، كنبقاو كنشفو في هذه البصلة كتتقلى لينا مزيان، كطيح البصلة، كنديرو الملح، قليل من الملح، دائما الملح حسب الذوق. نتقوا هذا البصل كتتقلى لينا مزيان. بسم الله. بعد ما تقلاتنا البصل بحال هذا الشكل، كنصبو هاد اللبن وكنبقاو كنقلبو فيه مزيان، كيتقلى لينا كنديرو نص معلقة يا راس معلقة ديال التومة، مكتبهاش بزاف، كنديرو السودانية، البصلة لي كتبغي لأن السودانية اختياري البزار، كنبقاو كتقلى تتقلى لينا هاد الدجاج مزيان. كناخدو هاد الشعرية الصينية، هذا الماء طايب مغلي، كنصبو عليها على هذا الشكل، كنتركوها تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق، ومن بعد كنصفيوها من الماء وكنقطعها قطع صغيرة. بعد ما مرات 4 دقائق الآن غادي نحاولو نصفيوها حتى الماء صبحات على هذا الشكل، كيف ما كتشوفوا ترخات، ومن بعد كنقطعوها قطع صغيره بعد ما صفينا. بسم الله. بعد ما صفيناها كنحاولوا نقطعوها قطع صغيره باش نزجوها مع الحشوه بهذا الشكل. بعد ما تقلى الصدر مزيان الان كنصبوا هذا الزيتون، كنبقاو نجيبوا ليه شويه شي دقيقه الشعريه الصينيه كذلك. كنلجو وكنطفي على النار، كنتركو نتا دقيقة واحدة وكنطفي على النار. بسم الله. الآن كناخدو هاد الزعتر كنحكو بين يدينا على هاد الشكل، كنلجو مزيان، ومن بعد كنديرو هاد الجبن كيف ما قلت لكم، لأن الجبن لكم كامل الإختيار، تختارو اللي بغيتو، مثلث، مربع، ريكوتا، جبلي. بسم الله. بالنسبه لمقادير العجين كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الفرص اي الدقيق الرط ما يعادل 3 اكواب. عندنا 100 غرام ديال الدقيق القمح اي او السميد الناعم جدا، كوب واحد. هنايا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه ديال خميره الحلويات، انا معلقه كبيره تاع السكر الخشن اي سنيده، جمعه كبار ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزيت. بسم الله. كنصبو الدقيق الرطب، دقيق القمح أو دقيق السميد ناعم جدا، هنا نص معلقة ديال الملح، دائما الملح حسب الذوق، نص معلقة تاع خميرة الحلويات، الزيت، السكر، كنديرو الزبدة على حرارة الغرفة،
كنمزجو هاد المكونات مزيان، ومن بعد كنصبوه الماء عادي. كنبقى نصبو شيئا فشيئا حنا كنتبعو هاد العجين. بعد ما جمعنا العجين صبح على هاد الشكل، استغرق هي الماء تقريبا 200 ملل، 200 وشوية، يعني تقريبا 220، لأن دائما حسب الدقيق. بالنسبة ليا أنا قلت لكم القدر اللي يجمع ليا العجين. هاو على هاد الشكل الآن كنحاولو ندلكو حتى تصبح لنا رطب باش من هاد الكنافة يجي مزيان. بسم الله، بعد ما دلكنا العجين صبح العجين رطب على هاد الشكل، الآن كنحاولو نكوروه وندهنوه بواحد شوية زيت باش مكي تكون ديك القشرة من الفوق، وكنطلقو هاد العجين تتحلينا تقريبا مدة شي 5 دقائق، وكنغطيو عليها باش ما ارتاحت. كتجينا دغيا كتسهل علينا باش تكون مزيان تتسرح مزيان. بسم الله، بعد ما ارتاح العجين بحال هاد الشكل، الان غادي نديرو الكويرات، نقسمو الكويرات على هاد الشكل حسب القدر اللي بغينا، كبار ولا صغار، متوسطين. بسم الله، بعد ما شكلنا القطع الان غادي نحاولوا نكوروهم باش نتركهم كذلك يرتاحوا لينا. كنديروا هذا الشكل، كنجمعهم، كناخذوا هذا الصحن كنديروا فيه شويه الزيت بهذا الشكل، ها هي الزيت، كنديروا به وكنوضعوهم باش نتركوهم، وكنديروا من الفوق الزيت باش ما تكون واحد القشره، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله، بعد ما كملنا جميع الكويرات الان كنغطيو عليهم، كنتركوهم تقريبا يستراحوا 5 دقائق، كنغطيو عليهم. بسم الله، بعد ما ارتاح لينا تقريبا 5 دقائق كناخذ دائما الاولى باش نسرحوها هذا الشكل، وكل ما خدينا الاولى كنغطيو عليها، كندهنوا هنايا وكنبقاو نسرحوا بالزيت، كنديروا تنصبوا الزيت، ها هي دائما الزيت حسب الذوق، زيت نباتي او زيت زيتون او مختلطه، من الافضل انا كنفضل دائما زيت الزيتون. وكنبقاو نسرحوها حتى تصبح لينا شفافه. بعد ما سرحنا العجين كناخذوا هاد دقيق القمح او السميد الناعم جدا كنديروه باش يفرق لينا البرقه، كيجينا المسمن مفروق بحال البرقه بهذا الشكل، ومن بعد كناخدو كنبدلو على هاد الشكل هكدا، كنحاولو نقادوها. ولي سرحنا على هاد الشكل كنوضعوها في الطاوة، الطاوة كذلك كنديرها بشي زيت، كنوضعو في الطاوة حتى تنكملو الكل، عاد نوريكم اش غنديرو من بعد. كنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. بسم الله، بعد ما كملنا الكل الان كنبداو باللولة. بسم الله، بعد ما صبح الكل جاهز الان كناخدو الاولى على هاد الشكل كما كتلاحظو، ودائما هاد الموضع اللي مسرح كنحطوه لتحت، وهذا اللي فيه الحواشي على هاد الشكل، وكنبقاو كنسرحو كنغطيو اللي درنا، كنغطيوها كنحاولو الوسط كنخليو شي شويه ما كنسرحوش بزاف، كنجمعو كنسرحو مزيان هاد الجوانب. بعد ما سرحنا العجين كيف ما قلت لكم بان كنخليو شي شويه هنايا شي شويه بحال غليظ باش حيت تجمع الحواشي كيجي بحال تحت بحال الفوق على هاد الشكل، كنديرو الحشوه، كنديرو هاد شويه الحشوه على هاد الشكل، من بعد كنديرو شويه الحشوه، كنديرو شويه الفرماج الفوق ديالها، بعد ما بشرناه دائما الفرماج اختياري، كنعاودو نديرو كذلك الحشوه باش كتجينا هاد الفرماج من الداخل كيجينا بنين على هاد الشكل. الان كنحاولو نجمعو هانتوما على هاد الشكل، كنبقاو كنجمعو فيها
كاع الجوانب كنجمعهم في الوسط. كنلميهم ونجمعهم هانتوما كي تلاحظو، كنبقاو نديرو هاد الشكل. كنجمعوها مزيان باش ما تحل لينا، وكيجينا الشكل ديالها. منها كنسدوها ومنها كنجمعو، هانتوما كي تلاحظو تقريبا بحال الفوق بحال التحت. وكنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل، وكنوضعوها لي سنين هكا نوضعها في الطاولة. كناخدو كذلك الأخرى، كنبقاو مستمرين دائما. لي مسرح كنحطو لتحت، الحواشي كنديرو على هاد الشكل. كنحاولو نطرقو الجوانب أكثر من الوسط، باش إلا جمعناها بحال هكدا كيجي بحال التحت بحال الفوق. بسم الله. بعد ما شكلنا جميع المستطيل كنحاولو نبسطوهم شوية، بعض الشيء ماشي بزاف، على هاد الشكل. الآن كناخدو بيضة كاملة هاهي على هاد الشكل، وكندهنو بها مزيان. من بعد ما كندهنو بها كنحاولو كنزين دائما نزين حسب الذوق، كنديرو واحد شوية. بسم الله. بعد ما زيناهم وكملنا الجميع، الآن كناخدو نحاولو نديرلهم شي تقيبات على هاد الشكل. هاد الكوردون هدا. الآن كندخلو الفران، دائما الفران كنسبقو وكنسخنوه، كنسخنوه على درجة الحرارة مزيان، ومن بعد تنقصو عليه النار تكون النار متوسطة تقريبا 180، وكنبقى نراقبهم حتى يطيبو لينا. الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا كيجيو على هاد الشكل، كيجيو رائعين ومقرمشين ومداد بزاف. كنتمنى يعجبكم، وغادي يعجبكم، يجربوهم وبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.